لله النهارده الفوز على فريق نادي الطيران 32-20 واداء جيد من اللعيبه من اول مباراه. ان احنا كنا بقالنا ست ايام بعد ماتش كان عندنا اصحاب الجياد التاد اللي فات في اسكندريه وفوزنا الحمد لله في 14 هدف، وجينا حضرنا الماتش للطيران. عارفين هو فرقه كويسه مش وحشه، عناصر كويسه، عندها مدير فني كويس كابتن وليد. حضرنا الفرقه دي وعرفنا نقط القوه عندها ونقط الضعف واشتغلنا عليها، والحمد لله النهارده كان اداء مرضي بنسبه كبيره جدا. ان احنا بنلعب هو هدفنا هو الاول بس كان دي اهلي يعني. هو الحمد لله الماتش النهارده بيركبك برضو انت وتبقى ممكن انت وهيلوبس تبقوا اول وكده على حسب لسه النتيجه بتاعتهم هم والجيش ماشيين كويس. ده الماتش العاشر بالنسبه لنا، فاضل لنا لسه 8 مباريات وبعد كده ينقوا من 1 ل 6 يخش دوره مجمعه زي الدرجه الاولى كده بالظبط، ويخش بقى كل واحد بالنقط بتاعته، الاول برضو الاول والثاني بثلاث نقط، الثالث والرابع بنقطتين، الخامس والسادس يخش بنقطه دوره مجمعه. لسه الدوري طويل لسه وفي منافسين كدوري 98 السنه دي بصراحه اكتر من 6 فرق 7 فرق كلهم جامدين، ولغايه دلوقتي ما توقعش مين اللي يكسب الدوري. عندك اليوبس، عندك الجيش، عندك سموحه، في جزيره كاهلي طبعا، في زمالك، في فرق كتير بصراحه بتنافس على بطوله 98. الحمد لله على الفوز، النتيجه طبعا مش متوقعه. نادي الطيران فرق كويسه، عملت نتيجه كويسه مع نادي الجزيره الاسبوع اللي فات، احنا جايين عاملين حساب الماتش، وطبعا ده بقى بان في الاداء والنتيجه ان فريق الطيران احنا محترمينها جدا، حتى بنلعب لغايه اخر دقيقه، السكور باين ان احنا بنلعب لغايه اخر دقيقه، احنا بنحترم المنافس في كل ماتشاتنا، بنحترم المنافس. حصل لنا دروب الماتش اللي قبل فات مع سموحه، بس الحمد لله بنحاول نعالجه واحنا في مقدمه الدوري، والحمد لله ربنا يكرم في الفتره الجايه عندنا ماتشات اصعب ان شاء الله. بدايه شهر 2 عندنا ماتش اسيوط الاسبوع الجاي، بعد كده هناخد فتره راحه حوالي تقريبا شهر و10 ايام، يعني نرجع على ماتشات جامده، هليوبلي، الزمالك، سبورتنج، هيبقى ماتشات قويه، محتاجه ان احنا نستعد وتركيز اكتر من كده شويه. كل ماتش وليه حساباته وليه ظروفه وليه تجهيزاته. طبعا معانا كابتن يحيى بنجهز من بعد يوم الماتش الثلاثه اللي فات، رجعنا من اسكندريه على طول نزلنا التمرين عشان عاملين حساب الفرقه، كانت طبعا زي ما قلت لحضرتك عامله اداء كويس، طبعا استعداد الدفاع زي ندافع على طريقه الهجوم بتاعتهم. طبعا كابتن يحيى عارف بيتفرج عليهم فشايفهم كويس، فبنتفرج ازاي نهاجم ازاي ندافع عليهم، فاستعدينا كويس اول اسبوع اللي فات دوت، وده باين طبعا في الملعب. في البدايه الصراحه الماتش ده كان رخم لسبب، لان هو كان في نص الجدول والطيران رغم ان هم بعدينا باربع مراكز، لكن لو هم كسبونا النهارده هيركبونا ويبقى هم في الجدول قبلنا، فكان ماتش رخم وهم لسه عاملين نتائج كويسه، جايين من 3 نتائج ورا بعض كويسه، فكان ماتش بالنسبه لنا هيكون اهميته في ان احنا لو لا قدر الله خسرنا هننزل 4 أو 5 مراكز لورا، فكان بالنسبه لنا ماتش مهم قوي، كنا نازلين مركزين قوي. النتيجه ما استغربناهاش على يعني النادي الاهلي، طبيعي ان اي ماتش حتى في الدوري كله ده المنظر الطبيعي ان احنا نلعب رجاله من الاول ونوصل للفريق ده الحمد لله. يعني النهارده المحاضره بتاعه الماتش كانت اللي انا قلت لحضرتك دوت، ان هو الفرق بيننا وبينهم مش بعيد، هم عايزين طمعانين في الماتش ده عشان يبتدوا ينافسوا على الاول، فعايزين ان احنا من الاول ننزل ما ندهمش فرصه ان هم يدخلوا معانا في الماتش، خاصه الفرقه دي لما بتخرج دايما كسبانه الشوط الاول بتبقى فرقه صعبه قوي، بتبقى من اصعب الفرق، فكان تحذيره مننا ان احنا لازم الشوط الاول نخلص عليهم وان احنا نعمل سكور كويس من الاول. يعني الحمد لله النهارده على الفوز، احنا المفروض ان الطيران كسبان الجزيره اللي اتعدت معانا، فكنا نازلين النهارده قلنا خلاص مفيش هزار في الماتش دوت، نزلنا ركزنا الحمد لله، النتيجه طلعت ايجابيه بس، والحمد لله ان احنا مستوى الحمد لله الناس كلها ارتفع في الفتره اللي فاتت ديت، وركزنا على الغلطات اللي كانت عندنا بس، والحمد لله ربنا كرمنا في الماتش النهارده. استعدنا للمباراه ديت، كابتن يحيى كان مركز على المشاكل اللي كانت عندنا على كل واحد في المشاكل الفرديه بس، والحمد لله صلحناها في التمرين وقدرنا ان احنا نكسب النهارده بعد ما كابتن يحيى طبعا صلح لنا الغلطات ديت، عدينا مستوى كل الناس اللي ارتفعت.